وضعك طبيعي بس انت حامل 6 أسابيع. مو معقول. كتير مبسوطة، وخليل إبراهيم رح ينبسط كمان إن شاء الله. هلأ جوزك بيرضى علينا وبيوافق على المعالجة. ايه أكيد رح يتعالج أكيد، ورح يشوف ابنه عم يكبر. للأسف اجيتوا على الفاضي. مورو مو عنا. الشهود شافوا أحمد سرقان أخده، لهيك بدك تخبرني وين هو، وإلا رح تكون أنت المسؤول. ألو، الضابط أحمد سرقان، المخابرات اجوا عم يسألوا عنك. تمام، شكرا لك. أنا مالي راجع قبل ما أخلص شغلي. بيروحوا لحالهم، لا تخاف. ليك هون مخبي الأسلحة. طيب انتو من وين جايبينها؟ من السمان. من وين رح ناخدها يعني؟ من العصابات اكيد. لك تشيتين؟ شو الاسم يلي حفظونا اياه؟ صوناي يمكن معلم. لا، غوراي معلم. غوراي هنيك رفيق بعد. غوراي زلمي وشو اهبل شوي. وقال هو عم تتمقلسوا علينا ولا؟ اي برد على اسكندر، بس في حدود، لا تخليني اوصكن. احكوا مثل العالم وخلونا نخلص. دنيا عم تدور عليكن، بكفي مسخرة. حميد ربك اني ما معصب. يسلم ايديك. الو، وين هن؟ أنا لازم أروح. لأمتى رح نضل بهالشكل؟ شو قصدك يعني؟ بقصد هيك بالسر. سلطانة مو وقتها هلأ، أنا مستعجل. أنت ما بتحبني مو هيك؟ قلتلك أنا مستعجل إذا بتريدي. ماشي. راح احكي مع المعلم، ما بيهون علي زعلك. شو لوين عبد الحي؟ واصل مشوار صغير وراجع. يلا بروح معك. لا، انت خليك هون، يمكن يجي حدا احسن. معلم أهلاقوا محل مورو. ماشي عبد الحي، أنا جاي فورا. لا، ما أنك رايح لأي محل هلا، في حديث مهم بدي أحكي معك. أمي، في عندي شغل كتير مهم. ليش ابني؟ شغلك المهم ما بيخلص بالمرة، بعدين كمان موضوعي مهم كتير. خليه يمشي وبتحاكي بغير وقت. وضيع هالفرصة، أكيد عم تمزح. خليني هلأ أروح ومنحكي بس أرجع. لا، ما حذرت، بتسمعني أول وبعدين بتمشي. بالظاهر المسألة مهمة،
أمك ما بتلحيك بالعادة؟ ماشي أمي عم اسمع. بس لا تعبس هيك أمي، بدي أحكي لك شغلة منيحة. قدام الخير ما بيصير تعبس. ماشي أمي. بغيابك قالوا لنا الدكاترة نحط علي بشي روضة. إيه. يعني بعد قصة الحريق نفسيته تعبت كتير، وقال وجوده مع أولاد من عمره بيفيده. الولد ما بيعرف غير الختائر، حرام. لولا التلفزيون كان فكر ما في غير الختائر. الحاصل بالروضة اجتمعت ببنت مرباية وحلوة وأحلى من القمر. أمي جبتي لي وحدة من البنات اللي كانوا بالعزاء، لزقتيها فيني وما حكيت شي. بس بتعرفي إنه أنا ما بحب كون مجبور. لا لا مو هيك ابني، مو بالعزاء، هدنك رفقات المرحومة جونول الغالية، وما كانت بيناتهم البنت. ليش هيك فكرت؟ كملي. قلبي انفتح للبنت وحبيتها من غير ما عارفها. والله لو كانت بنتي من لحمي ودمي ما كنت بحبها لهالدرجة. صدقني لا شفت بجمالها ولا برقتها ولا بذوقها. عن جد أنا ما شفت مثل هالبنت. بابا أنت هيك رأيك كمان؟ أنا ما إلي علاقة بالمرة. شو بدك تنكر؟ أنت ما قلت لي البنت حلوة مثل ما وصفتيها وأكتر؟ إذا شفتيها حلوة معناتها حلوة. عن جد أنا صار لازم أمشي. وعدني إنك رح تشوف البنت. بوعدك. ماشي، بكرة الصبح بتجي بتاخدني ومناخد علي معنا على الروضة. إذا ما كان عندي شغل رح أجي. لا شغل ما شغل، أنا مالي علاقة. الساعة 8 الصبح نحن على الباب، الجو بردها، اوعى تتأخر، ما بدنا علي يمرض. شوفي شو الموضوع المهم يا ألفت. أنا حامل. شو عم تحكي أنت يا ألفت؟ عم قول بده يجينا ولد، يعني أنا حامل. أنت عم تحكي جد؟ طيب كيف؟ وشو رح نعمل؟ شو رح نعمل يعني؟ بدك تعيش كرماله. انت بتعرف كيف عرفوا محل مورو؟ لقطوا اللي اخذوا عن طريق اجهزة التنصت. ومين هذا بقى؟ عميل لاسكندر طبعا، في عنده زلم كتير بالمديرية. ايه بدنا نشتبك مع جماعة الامن. اول شي رح نحكي بالحسنى، واذا ما عطونا اياه؟ اذا ما عطونا اياه بدنا نضايقهم. بس من هلأ يا معلم، وقتها انا ما رح رد على حكي حدا بالمرة. لا ترد على حدا، يلي بيشتغل لصالح اسكندر المجرم لا ترحمه بنوم. شو رجعت ايدك فاضية؟ سيد رضوان قال ما يواخذونا، الصورة ما بنعطيها لحدا. تعرف ما بنتدخل بشؤون التحرير. حقي بكرة أو بعده إلا ما يلزمك شي مني. بلا ما تضحك علي بقصص تحرير وما تحرير. رضوان بيك سبق وطلب الدعاية، ويلدز رفض ينفذ الطلب. ورضوان بيك عم بيدفع لك معاش على الفاضي؟ ما تروح تقوس يلدز،
بس الصورة ما لازم تنطبح. إذا فيني ساعدك بموضوع تاني معليش. حقي لا تعصبني ولا بترك شغلي وبقعد بهالمكتب وكل يوم بطبع صورة لكاشكار بالزلط. لا تهدد يا بولوت واعمل اللي بدك ياه. أنا نقلت لك كلام رضوان بيك وغير هيك ما في كلام. ولا شاحنة لألكاشكار على هالمدينة وما بدي تتوزع ولا جريدة لهم. ماشي معلم. من يومين صلحت العلاقة بشريكي مخربة. انت معك تليفونه لشريكك شي؟ ومين هو الشريك معلم؟ الأصلع تبع شريكي. معي معلم. قل له بكرة ما يشتري الجريدة أبداً والمصيبة إنه شريكي ما بيرد على أي حدا وأكيد بكرة الصبح بيفوت على المحل وبيشتري الجريدة لحاله. قل له يمنع هالشي. طلع هذا هو الموقع. هذا من البيوت التابعة لمورو. نتوقع في 4 أشخاص. طفي الكاميرا. نبهت شي على الشباب اللي جوا؟ ايه وعملنا لهم بروفا 5 مرات. شغل الكاميرا. امشوا يلا شباب. أخي ما بعرفوا هدول وهن ما بيعرفوني. انت قلت لهم مين انا؟ مين معلمك؟ مورو في شيتين. هاللعبة مو محبوكة مو هيك؟ مزبوط معلم ما انا محبوكة. ليش؟ شامم ريحة مو كويسة. اي ريحة؟ هالشغلة رح توقع على راسنا وما بظن رح يطالعوك على منبر البرلمان لتأدي القسم. والله خايف يطالعوك على غير منبر يا معلم. تشتم. إذا وصلنا لقدام المدعي العام نوضح له. معلم معلم هلا المدعي العام بده يصدقنا بعد كل هالحبكة والعمل. ما قدرنا نهرب. شو كان فينا نعمل؟ مجبورين نكمل اللعبة. امشي 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 يلا اطلع لبرا. شو ما عم تسمع ولك؟ حرك حرك يلا اطلع لبرا. مورو رح واجهك بالجماعة. مشونا منواجه ما عندي اي مشكلة. هاي الشغلة عادية كتير بس انا برأيي انه هون المحل ما مأمن. ما بتعرف شو بيطلع لك بالريف. وشو رح يطلع؟ بيطلع غزال او تيس ما بعرف بس لون القمر ما عجبني ابدا. انتو بتعرفوا قائد مورو؟ مين
قائد نابورو. وقف. مين انت؟ وقف. مخابرات كملت. ناطرين غزال او تيس ام طلعنا سلاقي؟ اي مخابرات؟ انت احمد سرقان ما؟ مين عم يسأل؟ انا عم يسأل معلم. وقعنا بالناس العميقة. شايف؟ كيف بدك تعمل ثورة هلأ؟ بكل قرنة بيطلعوا لك. بدنا مورو. مين انت لتاخذ مني مورو يا اخ؟ نزلهم. اذا بدك تعرف مين انا روح لعند اسكندر واساله. اترك سلاحه له. خدوهن وخلونا نروح. شيتين جيب لي الفيلم يلي كله كذب وترفيق. يلا يلا اتحرك. اذا جايين تحققوا بلاها انا اعترفت بكل شيء وهذا هو الفيلم. يلا ولا ما رايح معك لحالي وبشكل طوعي، بس يعني سياسة اللكز والنكش بالتدفيش ما حلوة بالمرة منك. البير لمولي هالزبالة وخبوها وأنا بحكي معكم بعدين. هاتوها. أمرك معلم. أملك. معلم مراد على مدار أخذ مورو معه وأخذ أحمد سرقان كمان. شو حكيت عيد عيد؟ معلم أحمد سرقان كشف العملية ومراد على مدار داهمن وأخذ الكل. تافه. لك أنا من زمان بقول إنه لسانه طويل. بكرة بيحكي كل شيء كل شيء. نقياس الكندرة لأسم الجارة الختيارة. مرني معلم وأنا جاهز. إذا مورو وأحمد سرقان مع مراد على المدار ليش تبقى اسطنبول مرتاحة؟ تقلب لي اسطنبول كله وبتلاقي لي إياهن. أمرك سيدي. إذا سمحت سيد عبد الحي، كان في معي لوحة بس بقيت هنيك مع الشباب. إذا بترجعولنا إياها بكون كتير ممنونك، لأنه في إلى بعد عاطفي كتير كبير عندي. هلأ بسوي لك برواز حلو لوشك وبعمل منك لوحة ما في إختها، عنوان الطفل المشوه. من وقت ما التقينا لهالوقت ما تغير ميلك للعنف. ليش نحن ايمتى التقينا ولا؟ مو نحن الصبح التقينا بالمينا وصار بيناتنا سلاح ورصاص يا زلمة؟ شو نسيت؟ مورو اصلا انا ندمان لاني ما قوصتك الصبح، وكل ما عم بسمعك عم تحكي عم بندم اكتر. بس الندم له نتيجة سيئة.
ماله؟ ليش مكترين الحرس قدام الباب؟ شو عم بيصير؟ منه احتياط ومنه في خطة ببالي، بس تطلع من عندي بدي اياك تشوف المقدم كنعان، وبشي اسلوب مناسب بتقله انه مورو عندي وانه موجود بالمكتب، والصبح بدي اخده للمدعي العام. ليش بقى؟ مو مصدق ما؟ عن جد كنعان شخص مخلص، وهي الطريقة الوحيدة لاختبره. تليفونك غريب. ما في شي، بس عندي خبر حلو. مورو وقع بإيد مراد على مدار. شو كما شو؟ ايه خلص، رح نكشف جريمة قتل سعدي باشا ونفضحها قدام كل الناس، واسكندر المتواطئ رح ينسجن أخيرا يا كنعان. انت متأكد حضرة القائد؟ الحاجز اللي قدام المكتب للتمويه بس، مورو حاطينه بمكان تاني، وبكرة بدهم ياخدوه للقاء المدعي العام. لكان من هلأ بتبلغني بكل شي بتقدروا تعرفوه بالتفصيل. المدعي العام ما رح يشوف شي غير جسة مورو، هذا إذا لقاها طبعا. من المكتب بحاصر، بس أنا في عندي طريقة. مورو مو هنيك يا زكي، حاطينه بغير محل. خلصوني من هالقصة، بدي أخذ نفس بقى. وما أخذنا براءة، بس ما يحكمونا على القليلة. نحن جاهزين معلم، بتحب نمشي؟ في عندي شغلة تانية، خلصها ومنروح على المدعي العام. أنا وشغلة بهيك ساعة، معقول في أهم من مهمتنا؟ والله لازم شوف بنت. بنت؟ أمي بدها تفرجيني وحدة. إيه بس هذا مو وقتها معلم. وعدتها يا عبد الحي. طيب بتروح بعد الادعاء العام، مسافرة هي يعني؟ عبد الحي، باخد امي وعلي ومنروح على الروضة، وهنيك بشوف البنت من بعيد وبقلها ما عجبتني وبرجع بدون زعل،
وبفضل قصة مورو، فهمت بقى؟ لا والله يا معلم ما فهمت. لبين ما يفيق مماتي بكون رجعت، ولا تخلي هالجرايد قدامه. ليش عم تحضري حالك من هلا؟ بلكي ما اجى مراد يا مرة. ايه استرجي ما يجي، والله ما بقى اطلع بوشه. شو ما في غير اليوم؟ لا بكره. لامتى رح اجيل؟ ليك قديش صار عمره؟ ويا حبيبي لهلا قاعد عزابي. يلا ابني، يلا امشي. يلا حبيبي على الروضة، يلا. يلا لشوف. ها؟ ها؟ وبتقلي ما رح يجي مراد؟ ايش شوف ليكو اجي؟ انا قلت لك ما رح يجي. انا ابني ما بيزعل امه ابدا. يلا ابني استعجل شوي. ليك لا ابني جايين. كل هالقصة بسببك، مو راضيان تكبر لتجوزك. هاتوا لشوف. موفقين ان شاء الله. ليش هيك وشك؟ مو نايم بالليل؟ أكل هم اليوم للصبح وأنا عم فكر. يا ابني ما بصير إنك تمزح بهيك أمور. لا والله يا أمي ما ممزح، بس ليش كل هالإصرار؟ ما فهمت. شو ما فهمت؟ أنا ما بدي موت قبل ما جوزك. يا الله، ما أنا طول ماني عايش هالعيشة ما فيني أتجوز. إن شاء الله نلاقيها برا. إن شاء الله، لأنه ما رح فوت لجوا. حتى لو ما أنا برا طالعها أنا، لا تشغل بالك أنت. يلا روح لعند مراد. يلا حبيبي، يلا شطورة. أهلا وسهلا حبيبي. الله يمرقها على خير. مرحبا. مرحبا. إيه مو هي؟ أي ساعة أبعتهم ياخدوكم؟ لحظة واحدة يا ابني، هي أنسته لعلي، رح أعرفك عليها. أهلين وسهلين خالي. أهلا وسهلا يا بنتي. بدي أعرفك، هذا هو ابني إبرو مراد.